بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض المحاضرة الأولى في شرح برنامج الأوتوكاد. الأمر رقم واحد ألا وهو أمر لاين. لو فتحنا الأوتوكاد بتاعنا، أمر لاين بيجي من قائمة درو لاين أو الأيقونة بتاعته اللي هي دي، اختصار كلمة لاين الانتر، اختصار كلمة لاين الانتر. بروح اعمل كليك في اي حتة بالماوس، يروح جايب لنا بداية الخط، هيطلب مننا نقطة النهاية. لو عملت كليك في اي حتة يروح عامل لنا نهاية الخط، كليك نهاية الخط، كليك نهاية الخط، كليك نهاية الخط. لو انا خلصت رسم اروح دايس سكيب يطلع من الخط. طب لو عايز امسح اللي انا رسمته، باجي على الخط واعمل كليك واروح اعمل ديليت من على الكيبورد، او اعلم على مجموعة خطوط مع بعضها، بروح اعمل هنا كليك واشد الماوس، او بص بعمل كليك واسيب الكليك واشد الماوس لغاية ما يعلمني على كل الخطوط اللي انا عايز امسحها، واروح اعمل كليك كمان يروح معلمنا على الخطوط. بعد ما اعلم على الخطوط اروح اعمل ديليت يروح مسح لنا الخطوط مرة واحدة. اللي احنا رسمنا بيه امر لاين دوت او بالطريقه ديت يعتبر رسم عشوائي، ان انا جبت الامر باي طريقه من الطرق، من قائمه الدرو او من الايقونه او الاختصار في سطر الاوامر من تحت الانتر. لو هنا عملت كليك، طب انا عايز اجيب نهايه النقطه الثانيه، بدل ما اعمل كليك في اي مكان، لا انا عايز امشي مسافه افقيه 4 متر بس، فهروح اعمل علامه ات، يعني معناه احداثيات نسبيه، همشي في الاكس 4 كوما صفر، يعني هيمشي في الاكس 4 ويطلع في الواي صفر ودوس انتر، يروح عامل لنا خط افق طول 4 متر. طب لو عايز اطلع راسي 3 متر اروح عامل علامه ات واروح ماشي في الاكس صفر كوما 3 انتر، اروح عامل علامه ات. كل ده انا سايب الماوس، اروح عامل علامه ات سالب 4 كوما صفر، هيمشي في الاكس سالب 4 ويطلع في الواي صفر، يروح راجع لنا الورق. طب انا عايز انزل لتحت، يبقى علامه ات، كلمه علامه ات الاحداثيات اللي انا هدخلها ريلاتيف بالنسبه للي قبلها مباشره، في الاكس صفر كوما سالب 3 انتر، يروح قافل لنا المستطيل بتاعنا. بعد ما خلصت رسم اروح اعمل سكيب يروح مكمل المستطيل. تمام. بالمناسبه يا جماعه الماوس بتاعنا في سكرول في النص، بكره البكره دي لو طلعتها لفتها لقدام يكبر، لو لفتها لورا يصغر. هو لا بيكبر ولا بيصغر، يعني المستطيل ده 4 في 3، ولكن هو بيزوم، زوم ان وزوم اوت. ولو دست على السكرول وحركت الماوس يروح محرك لنا اللوحه قدامنا، اهو بكبر بصغر بحرك الرسمه. تمام. طيب في طريقه ثالثه لرسم امر لاين. احنا دلوقتي خدنا الطريقه العشوائيه، خدنا طريقه الاحداثيات اللي هي علامة آت ودخل الإحداثي بتاعنا. الطريقة الثالثة إن أنا أجيب أمر لاين بأي طريقة تعجبك وأروح أعمل كليك. دي بداية الخط. في زرار موجود على الكيبورد اسمه F8، لو دوست عليه يخلي لك الخط ما يمشيش إلا أفقي ورأس بس، لو حاولت تجيب الخط مايل مش هينفع. تمام؟ بالمناسبة يا جماعة الكتابة الكتير اللي موجودة حوالين الخط دوت، مكتوب هنا زاوية صفر ومكتوب 4.74 وارثوجونال وحاجات من دي كلها، كل ده لو انت عايز تشيله تيجي هنا على حاجة اسمها دايناميك دي واي ان، لو عملت عليها كليك كده كده اتلغت كل الكتابة اللي كانت موجودة حوالين الخط. في احيانا ناس تحب ان الكتابة دي انها موجودة، براحتك مفيش فيها مشكلة. امر لاين كليك. طب دلوقتي اف 8 شغاله ولا مش شغاله؟ بحرك الماوس، لو الخط ما بيتحركش الا افق وراس بس يبقى شغال. لو دوست على اف 8 تاني كده ما عادتش شغال، الخط عاد بيجي معايا في اي حته اهو. اشغل اف 8 وامشي في الاتجاه اللي انا عايزه، مشيت افقي بالماوس وسبت الماوس، هكتب 4 انتر واطلع بالماوس لفوق اتاكد ان الخط طلع معايا، 3 انتر اتحرك ناحيه الشمال واتاكد ان الخط جه معايا، اوعى تعمل كليك، 4 انتر، انزل لتحت واكتب 3 انتر واروح اعمل اسكيب يروح رسم لنا مستطيل 4 في 3. يبقى انا رسمت عن طريق نظام التعامد، بمشي في الاتجاه اللي انا عايزه وده بيغنى عن الاشاره،
واكتب المسافة انتر، امشي في الاتجاه اللي انا عايزه المسافة انتر، الاتجاه اللي انا عايزه المسافة انتر، يروح رسم لنا الشكل بتاعنا. يبقى احنا خدنا دلوقتي طريقة لرسم الخط بنظام الاحداثيات الريلاتيف، وطريقة لرسم الخط بنظام الارثوجونال اللي هو التعامد بمساعدة اف 8. ايه رأيكم لو انا جبت امر لاين وحبيت اوصل القطر بتاع المستطيل ده، هاجي عند النقطة دي الاقي في علامة بتظهر اسمها ايه؟ اند بوينت، وفي عند النقطة دي علامة الاند بوينت اهي اند بوينت، بعمل كليك واروح عند النقطة التانية. هو الخط مش هيجي معايا ليه؟ لان اف 8 شغالة، ادوس عليها تاني تبطل، واروح جاي عند النقطة دي وعامل كليك واروح عامل اسكيب، يروح راسم لنا خط من نقطة معلومة لنقطة معلومة. خلي بالك ان النقطة دي اسمها اند بوينت يعني نهاية خط. ممكن اجيب امر لاين تاني واجي من هنا علامة اسمها ميد بوينت يعني منتصف الخط، لعلامة هنا اسمها ميد بوينت منتصف الخط، لميد بوينت منتصف الخط، ميد بوينت منتصف الخط، ميد بوينت منتصف الخط. في مشكلة؟ ممكن اجيب امر لاين تاني اجي هنا من منتصف الخط وعايز انزل بها عمودي، رحت جاي هنا علامة بيربندوكلر ظهرت، اروح اعمل كليك، يبقى اذا الخط ده عمودي على الخط ده. طب باشمهندس جيت ارسم انا على الاوتوكاد بتاعي ولقيت العلامات دي كلها ما بتظهرش. حضرتك بمنتهى البساطة لو انا رحت عامل شيفت، دوست على زرار شيفت كليك يمين واخترت اخر اختيار اللي هو اسناب سيتنج، ادي العلامات اللي المفروض تظهر قدامك لما اجيب امر لاين. علامة الاند بوينت طالما متعلم عليها صح يبقى علامة الاند بوينت تظهر، علامة الميد بوينت لازم تظهر طالما معلم عليها صح، السنتر مركز الدايرة، الكوادرانت ربع الدايرة زي ما هنشوف كمان شوية، انترسكشن تقاطع خطين، بيربندوكلر تعامد، نيرست عايز افهمها يعني ايه نيرست دي. هقول لحضرتك على حاجة دلوقتي، لو انا معايا امر لاين الخط ده يا جماعة شغلت اف 8 طوله 4 متر 4 انتر، الخط ده له بداية وله نهاية وله منتصف. افرض ان انا جبت امر لاين وعايز ارسم خط لا من البداية ولا من النهاية ولا من المنتصف، من عند اي نقطة جوه، فالنقطة اللي جوه اسمها نيرست، اقرب نقطة للخط، تمام كده؟ لا هي بداية ولا هي نهاية ولا هي منتصف يا باشمهندس. يبقى نراجع تاني يا جماعة، امر لاين بيجي من قائمة درو لاين او الايقونة بتاعتنا اللي هي دي لاين، اختصار لاين، الانتر. وعلى فكره لما اجي اكتب ال مفيش داعي ان انا انزل تحت واعمل كليك، لا وانا واقف في اي حته في الشاشه اروح كاتب بس ال انتر، يروح جايب لنا الامر بتاعنا. في ان احنا ممكن نرسم بنظام الاحداثيات، بنظام الاحداثيات يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني حضرتك يا فندم بروح اعمل علامه ات وامشي في الاكس 4 كوما صفر، يبقى هيمشي في الاكس 4 ويطلع في الواي 0. علامة ات هيمشي في الاكس 0 كوما 3 وهكذا، تمام. وفي نظام اف 8 بامر لاين بروح اعمل كليك واروح مشغل اف 8، همشي في الاكس 4 وادوس انتر، اطلع في الواي بس اتاكد ان الخط مشي معايا 3 وادوس انتر، اهو 4 وادوس انتر، 3 وادوس انتر، واروح اعمل اسكيب. بعد ما اخلص رسم ادوس اسكيب عشان اطلع من الامر، او ممكن ان انا اوصل من نقطه معلومه لنقطه معلومه، النقطه المعلومه دي ممكن تكون اند بوينت او ميد بوينت او نيرست، وتنزل بيها عمودي على خط يا باشمهندس. طيب نعلم على كل ده كده، بنعلم ازاي تاني؟ بعمل هنا كليك واروح شادد كده وانا ساب الكليك، واروح جاي هنا عامل كليك كمان، يروح معلمنا على كل الخطوط، واروح اعمل ايه يا جماعه؟ ديليت، يروح مسح لنا الخطوط بتاعنا. الامر الثاني اللي موجود عندنا الا وهو امر سيركل، عايزين نرسم دايره. امر سيركل بيجي من قائمه درو سيركل او الايقونه بتاعتنا اللي هي دي سيركل او اختصار سيركل سي انتر. يبقى احنا عندنا ثلاث طرق لايجاد الامر. لو احنا دخلنا بس الامر ده بالذات يفضل ان انا اجيبه من قائمه درو. ليه بقى؟ لان انا لو فتحت قائمه درو سيركل بيتاح لحضرتك ترسم الدايره بدلاله حاجات كتيره جدا مش متوفره في الايه، في الطرق الثانيه. ان انا ممكن ارسم الدايره بدلاله سنتر وريديوس يعني مركز ونص قطر، او سنتر ودايمتر، او نقطتين، او ثلاث نقط، او ممسين وريديوس، او ثلاث ممسات.
لو احنا بدأنا بأول اختيار سنتر وراديوس، أول حاجة هيطلبها مننا السنتر، بعمل كليك في أي حتة، يبقى تاني حاجة هيطلبها مننا مين؟ الراديوس. لو كتبت 2 انتر يرسم لنا دايرة نص قطرها 2. من قايمة درو سيركل سنتر ودايامتر، لو أنا رحت عامل كليك هنا يبقى ده المركز، هيطلب منك ايه بعد كده؟ الدايامتر. لو أنا كتبت 3 انتر يروح عامل لنا دايرة بقطرها 3. لو أنا يا جماعة معايا خط كده مثلا بأي مسافة أو بأي زاوية، وخط تاني هنا كده وخط تالت هنا كده، وعايز أرسم دايرة تمر بالنقطتين دول بس، من قايمة درو سيركل 2 بوينت، باجي اعمل هنا كليك واجي اعمل هنا كليك، يروح راسم لنا دايره تمر بالنقطتين دول. طب افرض ان انا عايز ارسم دايره تمر بالثلاث نقط دول، من قايمه درو سيركل 3 بوينت، باجي اعمل عند النقطه دي كليك وعند النقطه دي كليك، سوري خمسه اعلم عليها كده ديليت، درو سيركل 3 بوينت، هنا كليك وهنا كليك وهنا كليك، يروح راسم لنا دايره تمر بالثلاث نقط دول. على فكره لو عايز امسح الدايره بعلم عليها واروح اعمل ايه؟ ديليت. طيب افرض ان انا مثلا عندي مثلث زي ده لاين، ورحت ماسك كده افقي مايل مايل باي اطوال باي زاويه، وعايز ارسم دايره تمس الثلاث خطوط دول، تمسهم، من قايمه درو سيركل تانجنت تانجنت تانجنت، اخر اختيار، اعلم على الخط ده واعلم على الخط ده كليك واعلم على الخط ده كليك، يروح راسم لنا دايره تمس الثلاث خطوط دول. بالمناسبه يا جماعه الدايره ديت لو انا جبت امر لاين ممكن اوصل من مركز الدايره اللي هو السنتر، ممكن اوصل من عند ربع الدايره اللي هو الكوادرانت، ربع هنا وفي ربع هنا وفي ربع هنا وفي ربع هنا، وممكن اوصل من اي نقطه على الدايره عن طريق نيرست اللي هي وسائل الالتقاط. ماشي، يعني انا لو وصلت هنا كليك من عند الربع ده للربع ده للربع ده للربع ده لهنا، رحت عامل اسكيب وعلمت على الدايره وعملت لها ديليت، راح طلع لنا شكل ايه معين. يبقى الدايره بتاعتنا، الدايره بتاعتنا فيها ثلاث حاجات ممكن نستخدمهم من وسائل الالتقاط: مركز الدايره اللي هو سنتر، ربع الدايره، او اي نقطه على الدايره اللي هي نيرست يا باش مهندسي. تمام، ده كده بالنسبه لامر ايه؟ سيركل. الامر اللي بعد كده الا وهو امر ارك. الارك ده يا جماعه بيستخدم لرسم جزء من دايره. بص حضرتك كده، افرض يا عم ان انا مش عايز ارسم دايره كامله، لو انا مثلا معايا خط كده افقي طوله 3 متر، شغل اف 8 اهو 3 انتر، واطلع لفوق 3 انتر، يبقى خط افقي طوله 3 وخط راسي طوله 3، وعايز ارسم ما بينهم ربع دايره. طبعا عشان ارسم ربع دايره لازم المسافه دي تبقى قد المسافه دي، تمام، وهما الاثنين بيساووا نص القطر. من قايمة درو امر ارك، او الايقونه بتاعتنا اللي هي دي ارك، اختصار ارك اي انتر، اختصار ارك اي انتر. بس الامر ده زي امر سيركل، يفضل ان انا اجيبه من قايمة درو ارك، لانه هيتاح لحضرتك ترسم الارك بدلاله حاجات كتيره جدا. ممكن ارسم الارك بدلاله 3 بوينت، ستارت وسنتر واند، ستارت وسنتر وانجل، ستارت وسنتر ولينس، وهكذا. لو انا بدات بالاوبشن ده مثلا ستارت وسنتر واند، الترتيب هيطلب مننا بدايه الارك، مركز الارك، نهايه الارك. كليك كده، ادي كليك هنا بدايه الارك، وادي كليك هنا مركز الارك، وادي كليك هنا نهايه الارك، يروح رسم لنا ربع دايره بدايتها النقطه دي، مركزها النقطه دي، نهايتها النقطه دي. تمام؟ طيب في حاجة ظريفة جدا عايزين ننبه ليها، ايه رأيكم لو دخلت من قايمة درو ارك ستارت وسنتر واند، لو انا جيت عند النقطة دي وعملت كليك، دي البداية وده المركز ودي النهاية، راح رسم لنا تلات ارباع دايرة مش ربع دايرة، ايه الفرق بين الاتنين؟ ترتيب اختيار الستارت والاند، برضو مش فاهم. الستارت لما بختاره والاند لما بختاره، الارك بيروح من البداية للنهاية عكس عقارب الساعة. يعني انا لو قلت ان دي البدايه ودي النهايه، يبقى الارك هيمشي من البدايه للنهايه عكس عقارب الساعه، يروح مننا ربع دايره. انما لما انا قلت ان دي البدايه ودي النهايه، فالارك مشي من البدايه للنهايه عكس عقارب الساعه، فراح مننا ايه؟ تلات ارباع دايره. طيب ممكن ارسم الارك ده لحاجات كتير تانيه، وقايمه درو ارك ستارت وسنتر وانجل،
لو انا جيت عملت هنا كليك ادي الستارت وادي السنتر هيطلب مننا ايه بعد كده؟ الانجل، لو 90 يجيب لنا ربع دايره، لو 180 نص دايره، لو 270 ثلاث ارباع دايره. يعني لو كتبت كده 270 انتر راح عامل لنا ثلاث ارباع دايره. ممكن ارسم الارك بتقليل الطول، قائمه درو ارك ستارت وسنتر ولينز. لو انا عملت هنا كليك ادي الستارت وهنا كليك ادي السنتر اللينز، لو كتبت مثلا 3 انتر يروح عامل لنا ارك بدايته هنا ومركزه هنا وطوله كام؟ 3، وهكذا. تمام. طب ايه رايكم لو انا معايا لاين كده باي طول وباي زاويه، وهنا لاين وهنا لاين، وعايز ارسم جزء من دايره يمر بالثلاث نقط دول، من قائمه درو ارك 3 بوينت، كليك هنا كليك هنا كليك هنا، يروح راسم لنا جزء من دايره تمر بالثلاث نقط دول، وهكذا. يعني ممكن اعمل من قائمه درو ارك ارسم بقى بدلاله ايه الستارت والاند والانجل، الستارت والاند الدايركشن وهي ايه، وهكذا. تمام. الامر رقم 4 اللي هو موجود عند حضراتكم الا وهو امر ريكتانجولر. ريكتانجولر ده لرسم مستطيل. اولا الامر بيجي من قائمه درو ريكتانجولر، او الايقونه بتاعتنا اللي هي دي ريكتانجولر، اختصار ريكتانجولر ار اي سي انتر. بيطلب من حضرتك نقطتين لرسم المستطيل، اتنين كورنر مواجهين لبعض. لو انا عملت هنا كليك يبقى ده الكورنر الاولاني للمستطيل، طالب من حضرتك ايه؟ الكورنر التاني. علشان انسب احداثياته بالنسبه للاولاني هروح اعمل علامه ات، ودي مهمه جدا، لازم علامه ات، واكتب 4.3، يبقى هيمشي من الكورنر الاولاني في الاكس 4 ويطلع في الواي 3، واروح دايس انتر ويروح جايب لنا الكورنر التاني. يبقى المستطيل ده 4 في 3، احداث النقطه دي بالنسبه للنقطه دي في الاكس 4 وفي الواي 3. طب ايه الفرق ما بين ان انا ارسم مستطيل بامر ريكتانجولر وان انا ارسم المستطيل بامر لاين زي ما قلنا من شويه؟ يعني انا لو شغلت اف 8 ومشيت في الافق 4 انتر، وطلعت في الراس 3 انتر، ومشيت افق 4 انتر، ونزلت تحت 3 انتر، وعملت سكيب، طب ده مستطيل وده مستطيل فعلا، ولكن في فرق. ده مستطيل كل خط فيه مستقل بذاته، انما ده مستطيل كله على بعضه ايه؟ كتلة واحدة. فده شغال وده شغال، مش هتفرق كتير الا ممكن في طريقة الرسم بس. يبقى احنا دلوقتي خدنا امر لاين وامر سيركل وامر ارك وامر ريكتانجلر. تعالوا مع بعض كده نشوف الرسومات اللي قدامنا ديت لو حبينا ان احنا نرسم. اولا الشكل الاولاني ده عبارة عن مستطيل 4 في 3، جواه خطين كده، وبعد كده خط، الخط ده كله طوله كام؟ مش 2، لا 2 زائد نص القطر 1 يبقى 3. تمام كده؟ تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده ممكن نعمله على الاوتوكاد ازاي. هجيب امر ريكتانجلر واروح راسم مستطيل علامه ات 4.3 انتر، وبامر لاين هوصل من الاند بوينت اللي هنا واشيل اف 8 للميد بوينت اللي هنا للاند بوينت اللي هنا. اسكيب. تمام؟ وبامر لاين هروح جاي عند النقطه دي عامل كليك، وعايز امشي افق يبقى شغل اف 8، همشي افق مسافه كام؟ 3 انتر. طب انا عايز ارسم ربع دايره من هنا لهنا، ودي مركزها من قائمه درو ارك بدلاله اي حاجه تعجبك، وليكن ستارت وسنتر واند، ادي الستارت وادي السنتر وادي الاند. عايز ارسم هنا دايره نص قطرها 1 او قطرها 2 اللي يعجبك. القطر عندي هنا 2، يبقى نص القطر كام؟ 1. من قائمة درو سيركل حضرتك عايز بداية أي حاجة فين؟ وليكن سنتر ودايمتر. السنتر هو ده، الدايمتر هو كام؟ 2 انتر، يروح بس عندنا دايرة قطرها 2. ده أول شكل. بالنسبة للشكل التاني، الشكل اللي على إيدنا اليمين ده عبارة عن مستطيل 2 في 3 في دايرة هنا، وهنمشي مسافة 2 وآدي نص دايرة. بص حضرتك كده بأمر ريكتانجولر هروح راسمين مستطيل علامة آت، هنمشي في الإكس 2 ونطلع في الواي 3 وأدوس إنتر. بأمر سيركل اللي يجي من قائمة درو سيركل، ممكن نرسم السيركل دي بدلالة 2 بوينت، كليك هنا وكليك هنا، يروح راسم لنا دايرة تمر بالنقطتين دول. وبأمر لاين مشينا خط أفقي وإحنا مشغلين اف 8 2 إنتر، وأروح أعمل إسكيب.
اجيب امر لاين تاني انتر، طالما عملت سكيب يبقى اجيب الامر تاني، كليك هنا وامشي افقي 2 انتر واروح اعمل سكيب. طب انا عايز ارسم نص دايره هنا، في طرق كتير جدا، ابسط الطرق خالص من غير اي تفكير هوصل خط راسي. ومن قائمه الدرو ارك ستارت وسنتر واند، فين الستارت؟ تحت عشان يمشي عكس عقارب الساعه، وفين السنتر؟ منتصف الخط اللي انا رسمته، وفين الاند؟ الخط من فوق، واروح معلم على الخط ده واعمل له ديليت، يروح رسم لنا نص دايره بتاعه. في طرق كتير جدا. طيب الشكل الثالث عبارة عن معين القطر بتاعه 4 متر، ايه رأيكم لو انا جبت من قائمة درو سيركل وليكن بدلالة السنتر والديامتر؟ السنتر هنا، الديامتر يبقى كام؟ 4 انتر، يبقى دي دايرة قطرها 4، بأمر لاين هوصل من القطر هنا واشيل اف 8 للقطر هنا للقطر هنا للقطر هنا او للربع هنا للربع هنا، واروح اعمل سكيل واروح معلم على الدايرة وعمل لها ديليت، يروح طالع لنا المعين بتاعنا. يبقى دول الثلاث اشكال اللي مطلوبين قدامنا. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.